ثم لايف ليلة من الليلة معكم. ها علي احكي بالرسمي مش لازم. ولا انهارت تاول نوت شبيه هكا الكتاب هذا بالكتاب هذا كي تكتب فيه اسم حاجة ولا اي عبد يتترولها بأي طريقة تحب عليها تفرقوا فيهم إذا زعما صحيح. أوكي همش نجرب شوف عندي ستيل ولا عندي ستيل دجا نيات إيه نكتب للنقار بيه دجا طول الوليد يعملوا فيهم معاي. أوكي برا نجربوا احنا امبوسيبل تختم تتريم تيم ان دراما موفي. امي اسمعني بصراحة ما عادش ننزل صحيح باش نعملها جوز تقول لامي وبابا يسامحوني وكا يمك ليه؟ صحيح مية باش ننقص قلت لك بالمرة اللي فاتت انا ما عادش نجم اوكي ما عادش نجم كل مرة حاجة مكي ما عادش يقد في الجروب مكي ماهوش يعمل في حتى شيء مكي ماهوش يمنتج مكي ما نعرفش شنو ما عادش نجم صحيح باش ننقص ما عادش نجم هذا هي ومن بعد على حكي كيف هكا كل مرة وانت تطلعني عليك ما فهميش بلاصة في بدن ما نكتوش عليها من خشمي ريحة سقاير كل شيء ما عادش نجم اسمعاش مش لازم مونتاج مش لازم تحضر وكهو يا خويا تحكي اللي تحب تعمل اللي تحب فركهم علينا ما عادش نجبدوك ما عادش نجبدو على ريحه زقيق حتى سي يا خويا ما تعمل هي سر عمله راهو مش نتاعك مش جوك هذا يا مكي ليه وانتو ما تعمل المونتاج تاع كل شيء اي ما عادش حتى سي نحضر كهو انا ما عادش تملكوا عليه نحكي كل شيء يا خويا تحكي اللي تحب تعمل اللي تحب اللي نحب عليه الكل نحكي لك حكيت العلوش الاصفر علوش الاصفر اي تعرف شي كيفيه ماكش باش نقزه تدريم تيم ان اكشن موفي تكون حاضر
وصلنا معلومات اللي ثم أسلحة دمرشين في تونس. مهمتنا لازم نطلعهم وين نجيبهم منهم معين. فينا 24 ساعة. نعمل عليك. تجمو تمشي وتو. Dream Team in romantic movie. ياسر تراي هارد ورسيك ياسر تراي هارد تحت شو على الخط برسامين تكتب لي هاي برا امشي زمر نوز لابت للدود لا انت تلعب الاول لابت لابت للدود دي ما تبع فيه ايزيك متبع فيه كان بالليل نقوزي نقص حس تتفرجي على الدولي بشوية 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 ايه ليش تعمل مش تابع بس عليك مينك الغيبة انت الغيبة مش انا الغيبة والله ليه بحشة شو عامل هاني مش خاهم في الصغاء ليه سنسخونا بجولي بازرك بتعبت في اثنين نمشي جيب حاجة بيردة مجيه ايه لا عاصمة؟ أنا صاحب مكي اسمي عزيز تعرف أنا مرام أي بيبليك الكل معانا عزيز مرام عزيز مرام عزيز مرام 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 كيراري راري را بوم بوم مرام انزيدوهم خركابة اما زي مش تجيبيه استنى كتبت لنا بري تدريم تيم ايفانت في تونس Sometimes you just feel tired, feel weak,
give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you wanna.